دولد الصومالية أو حد كبر روتي عدو كلا وقص وقص بحي على الشباب وزيرك قاشان لقو أو فشل وين صوبن لقاي الرمع العلوس أيا كجر قدها عاصمة دا سراكيل بدر أيا دنك على الشباب وقوستي كو دولد كم إدها أيا حلقن باريتان وجهي وربحنا أيا ندين كغا هيا إلا كسار موقالكن لو داك صاحي بدا دا كلا وبيجكن كسو بيرو فلوده سيادو هشو ورح حقيق دو كسليسن بعد سنيد وحاي جري وقتي اي سيبا حد لأوكوب عين مليشي دا الشباب وانا سندي لبكون تمانية تدبضي إلا إي هرانتي لبكون لبيا لباتنكي وحاي هايد حلقي على الشباب نقاليه وقوبادنا كسما يين مقالادا عاصمة داهي مقدشو سيدو وشيغي وزيرك الدفاع عصوماليا سردون كصوماليا ايا هادا قعانتو كوهيا شخصيات بدن او الشباب وقا بلسنا ارورنت اللعقها بادوه ونبا ساسي جريها يدها دولدا يفرالكي امني دريا عاصمة دا كدعي جري تانيا مركي هيادا نبسو قدي سردون كخارن كي النسا اي باعسيقا كوحداني توس او بلوضي وحا جري سراكيل كهو سيقين يشانتي سنعي او قدن بيسا كوحدا الشباب او بحصدي يغو او كبغدين كبيني قعانت دولادا كون عان او لفهمو تاسي او سور تقلين كرتا إن لغا جايسي يوحي اي او مدى او قيستين كلا فرحات كدادكي بساسين تو اها اوركا الشباب وحا كدلتي ان مغالادا مقدشا اي هشان نباد اي كون نولون كران دادك كون نول رئيس الوزراء حكومة دا فدرال كصوماليا مدني حمسة عبد البري ايا دوان غاري هلوا هالكاسو او كشيغي ان دادال بدن يا اسل حساب تن دابا اي دولة دي قلسي سورة قلني مدا اح ان لغو حفلة دي يدنك مدا سي جيست او حكتا عاصمة دا تا او موجيني سيين وح مغدا لغا قبتي امان كا قودي عاصمة دا وحان لا تعالينا ارو ارقاق حسو او فرصود لوسي يشان سنو ان اي اس دياريان لقالة بدن ارو رسدان ما دوين كا قرحاد دي كدها كلاسو دغان كمانان انا يرا صوماليا دا مسكح دا كدغدان اجانبتي اوغو بدنان دالك سو قليان لانا سو دغان هوبكا نعيدي سكلا دوان سيداسي وحا برتي سبلشة دا كسو قري وزيركا قاشان ديگو حكومة دا فدرال كا صوماليا عبد القادر محمد نور جامع وزير جامع ايا هدل كيسا انتا الراعي وحا انتا سيدير او اي قواريشتو هشي شانسان او كالسوريا ان دالك باقبسان كريان شعب كيجي اوغاد هدان قواريش دغال كيدا لا ادي لهين سنت كهر حالو دو سيدان مانسا اي اها اتهاي ما اي سنسيا هادن انتا سو دافي مايو كوارربا ان اي كفاران فعلا دا قواريشتا انه اوغ ان اي كحويهين وحا كان اما كود عايا قواريشتا سيدا سو حايري وزيرك قاشان ديق عبد القادر محمد نور جامع لنا عاكلة أباب الحوغن اي دولدو كوتا قوبل كيقل قدود وحانا ديق مدى قرع اللغو صوبان ديقي دوان دلان يرد ديقان كا اوه بيسان كواسي اللو ديارين ايو ان اي قيب كان نقضان والقلادة دميستر كا وجيق كواد اي بلوغ وجيق اللبات اي لوغا حرين اي قل مدوك الشباب دوان اي اهيد مركي ديقانا كا ترسان قل مدوك اي قارين سراكيل كا ترسان عيدا مدى حوغ دلكا كواسي او بوغضي حرومها عيدا مدان اي كولي يهين قل مدوك iyagoo u sheegay in uu diyaar garoobaan dagaalka ka bilaaban doona galmudug madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa inuu guuro dhuso mareeb halkaas uu howlgalka ka hoggaamin doono sidoo kale degmada aadan yabaal ayaa loo qorsheynayaa inay noqoto friisinka labaad ee madaxweynaha degmooyinkaas ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku qaadan doonaa laba bilood oo lagu soo afjarayo wajiga koowaad iyo bilowga wajiga labaad dawladda Soomaaliya waxaa laga rabaa inay isula dagaalanto qoloyinka loo bixiyay qaqlayaasha iyo qawaarista al-shabaab maadaama ay isku af noqdeen sida ay qabaan dadka la dhacsan sida ay dawladdu u wajahayso dagaalka ururka al-shabaab kooxo aad u isticmaala baraha bulshada oo aad u taageera madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalmahan soo bandhigay qormooyin muujinaya in ay markaasi guul dareysteen howlgalada dawladda iyo sida ay dawladdu u wajahayso dagaalka al-shabaab mid musuqmaasuqa iyo la dagaalanka أرجع حسدي أنتم.